تعالوا ناخد أول سؤال من عندنا النهاردة، وهو سؤال من أستاذ جمال. أستاذ جمال ايوه اتفضل يا أستاذ حضرتك. جمال. لو سمحت، الأسرة مكونة من أب وأم وولد وثلاث بنات. الأب توفى، ثم الابن، والابن كان متجوز ومخلف أولاد وبنات. معلش، يبقى عندنا دلوقتي عندنا أم وكام ولد؟ وثلاث بنات. الولد توفى، كان الولد توفى قبل الأم؟ قبل الأب، قبل الأب بقى، قبل الأب. لا، مع الأم بعد الأب، بعد الأب. يعني هو كان، احنا بنورث مين؟ بنورث الأم بنورث من الأم ولا من الأب؟ ما هو دلوقتي الأب توفى يا سيدي. الأول خالص احنا بنورث مين، الأب ولا الأم؟ لا، ده الأخت. احنا مش عارف يعني، انا بقول يا حبيب قلبي، معلش، واحدة واحدة دلوقتي. مين اللي توفى اللي هو ساب التركة؟ مين؟ الأب. الأب دلوقتي خلاص. والأب لما مات ساب أم وساب ابن وثلاث بنات، صح؟ ساب، ايوه، ساب أربعة. ايوه، ولد وثلاث بنات، صح كده؟ ايوه. طيب جه الابن. معلش الاول خالص، نبقى الام هتاخد التم والباقي هياخدوه الاولاد تعصيبا. اللي بعده للذكر مثل حظ الانثيين، ايه اللي حصل بقى؟ جات الام توفيت بقى؟ لا، الابن اللي توفى. الابن بقى توفى، الابن اللي هو احد الابناء. وبعدين؟ ايوه. وطبعا هو كان قاسم مع اخواته ومع امه، يعني قسم دخل حقه ودخل حقه. طيب يعني فين السؤال؟ ركن الام والاولاد والبنات لوحدهم، وهو خد اسمه لوحده. طيب فين السؤال؟ جه بعد كده الام توفت، وما رضتش تاخد في ميراث اولاد، ما تعالوا خدوا ميراث ابنك. قالت لهم لا، وزعوا على بعضيهم. طيب على اولاد الابن. جه في بقى ثلاث بنات فاضلين، منهم بنت توفت وكان معاها ولد، وبعد كده في بنت توفت يا حبيب قلبي. واحدة واحدة بس، واحدة واحدة. الأم توفت، فوزعنا الأموال على البنات الموجودين. لا، ما خدوش البنات، ما خدوش من أمهم. ما أنا ماليش دعوة، ما خدوش هم. دلوقتي إحنا بنوزع عليهم التركة، وبعدين ياخدوا ولا ما ياخدوش. ماشي ماشي، خلاص. وبعدين؟ ماشي. وبعدين في أختي توفت بقى، عندنا لسه في أختين وأختين، وفي أولاد الأخت دي. أيوه. وبعدين؟ الاخت اللي توفى، اللي في الاختين اللي فاضلين، منهم واحده معاش اولاد. طيب. ومنهم واحده معاها اولاد. طيب. اللي معاش اولاد دي توفت. لا 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 لا. بص يا سيدي، عشان انت كده في حاجه اسمها هيحصل في حاله من حالات ايه؟ تناسخ، وحالات من حالات كده. لو سمحت، انت عملت اعلام وراثه ولا لا؟ طيب يا سيد جمال، انت دلوقتي تعمل اعلام وراثه وتجينا على دار الإفتاء المصرية، لأن كده أنت بتعمل علاقات متداخلة جدا 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 من غير ما أنت تكون ضابطها. أنت بتقول لي في حد مات، طب مين اللي لسه فاضل في التركة؟ مين اللي فاضل من الناس؟ فالجواب على الهوا ده مش شأن مسائل الإيه؟ مش شأن مسائل الميراث اللي هي مليئة بهذه المناسخات. يبقى الحل هو إيه؟ إن حضرتك تتفضل عندنا في عندنا إدارة اسمها إدارة الحساب الشرعي، تجينا بكل هذه التفاصيل عشان نقدر نجاوب عليها، لان المساله محتاجه نسال مين اللي فضل حي، وهل في اعلام وراثه ولا لا، عشان نعرف مين اللي. لان انا ممكن اجاوبك دلوقتي يبقى في حد في اعلام الوراثه ما تذكرش، فيجي يقول له والله الشيخ قال لي ان انا وارث، وانا طبعا مش عارف مين الورثه. فلازم يكون في اعلام وراثه عشان نتاكد على مين اللي كان فاضل من الناس لما حصل الوفاه عند كل واحده، سواء مع الاب ثم الام ثم الابن ثم الاخت ثم الاخت الاخرى. كل ده محتاجين نعرف مين اللي كان فاضل من الورثه، لان احنا محتاجين ان احنا نتيقن منهم.